السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. السوداني يوجه بتقديم تقرير شهري عن ساعات التجهيز في بداية الشهر وفي نهايته. قريبا رئيس الجمهورية يزور إيران. صحو ارتفاع بالحرارة طقس العراق خلال الأيام المقبلة. إليكم تفاصيل الأخبار. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني يوم الأحد بتقديم تقرير شهري عن ساعات التجهيز في بداية الشهر وفي نهايته. وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان إن رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني أجرى مساء يوم الأحد زيارة هي الأولى من نوعها إلى مركز السيطرة الوطني للكهرباء الواقع في منطقة الأمين جنوب شرق بغداد، الذي يعنى بتوزيع حصص إنتاج التيار الكهربائي للعاصمة بغداد والمحافظات ونقل الإعازات ووصولها في حال حدوث انفصال أو عارض فني أو تجاوز محافظة على حصة محافظة أخرى ومعالجتها. وأطلع رئيس مجلس الوزراء على المركز واستمع من العاملين إلى شرح تفصيلي عن وضع منظومة إنتاج الكهرباء وآلية التوزيع، كما أطلع على الخطة المعدة لفصل الصيف الحالي. أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن سروره لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، معلنا أن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد سيقوم بزيارة إلى طهران قريبا. وفي اتصال هاتفي أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره العراقي فؤاد حسين بعيد الفطر وتباحث معه حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وتبادل وزير خارجية البلدين وجهات النظر حول عدة قضايا منها العلاقات الثنائية والاتحاد الأوروبي والتطورات في المنطقة وأهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب. وفي الاتصال الهاتفي أعرب وزير الخارجية العراقي عن سروره لاستئناف العلاقات بين طهران والرياض، معلنا عن زيارة وشيكة للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى طهران. وأكد الجانبان على توسيع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحاجة إلى التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا. أعلنت هيئة الأنواء الجوية حالة طقس العراق خلال الأيام المقبلة، فيما أشارت إلى أجواء صحوة وارتفاع بدرجات الحرارة. وذكرت الهيئة في بيان إن طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، أما درجات الحرارة فسترتفع بعض درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين سترتفع قليلا عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية. وأضافت إن طقس يوم الأربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد. وأشارت إلى أن طقس يوم الخميس سيكون غائما جزئيا في المناطق الوسطى والشمالية وسيكون صحوا في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد. وتابعت أن طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائما جزئيا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد.